السلام علیکم سامعین، 30 ربیع الاول ہے، 27 اکتوبر ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات دینی ادارہ امداد الاسلام ہرسولی کے استاد قاری نعمان قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله